إنها الساعة 6 صباحا بتوقيت سوريا، والناس تنتظر من خلفي منذ قرابة الساعة أو أكثر تحت هذا المطر الشديد وفي البرد القارس بانتظار رغيف الخبز. أحيانا العائلة الواحدة لا تحصل إلا على نصف ربطة من الخبز يوميا. حتى الأطفال اصطفوا أمام هذه السلة فيها بضع ربطات من الخبز ستوزع مجانا. الله يهلكك يا أسد، الله يهلكك يا أسد. هي قصة الخبز في سوريا، نقص حاد في المحروقات والطحين وقصف عشوائي متواصل جعل مهمة المخابز في توفير الخبز شبه مستحيلة. حفاظا على سلامة هذه القرى لن نذكر أين كنا داخل سوريا، لكن أكثر من 30 قرية يغذيها مخبز آلي واحد. في عيال ما بيطلع لها كثير، عم بيجوا لعندي عم بيبكوا، بيقولوا لي هاي اولادي طعشوا منين بدنا نطعميهم؟ عم نضطر بنجي بنعجل لهم بنطحن لهم بنعمل لهم في المغر وهون وهوني حتى نطعميهم. يا بيعملوا برغل، يا بيعملوا رز حاف، يا بياكلوا بسكويت اذا لقوا بسكويت او شيكيس كعك بنوزعوا للاولاد. بين الحشود الملهوفه على لقمه العيش كانت ام محمد ارمله، أم ثكلى ونازحة، لكن الثورة لم ترهقها. ما رح نتعب إن شاء الله، بإذن الله ما رح نتعب، رح نستمر بإذن الله، رح نستمر لآخر نقطة من جبالنا، رح نضل نستمر لحتى آخر ولد من ولدنا، وأنا هلأ مستمرة لحتى ما يضلوا لا أولادي ولا أولاد ابني ولا حدا فيهم بطول، لحتى نحن دقنا الظلم، ابني بالفرش نايم، شالوه من فرشته وأخذوه تحت العذاب. ضل 4 أشهر ما عرفوا وين هو أراضي، كان بارك عامل ما عرفوا وين، داء المهاني. نتمنى من العالم، من العالم اللي ساكتة تقوم تحرك حالها، تحرك ضميرها، تحرك ضميرها، تشوف الأطفال اللي عم تقع تموت تحت الحجار، ما حد عم يطالعها، والله ما حد عم يقبرهم. صرخة أم محمد وأرغفة الخبز هذه أخذتنا إلى الغرفة التي تأويها مع أيتامها. أطفال لم يتجاوز عمرهم أصابع اليد، لم يذوقوا طعم الخبز منذ 4 أيام، حتى وسيلة التدفئة وهبها أهل الخير لأم محمد. والله بس امبارح العجين صار لهم أكثر من شهر عم يرتقصوا من البرد والهاي مع علفهم وهيك، حتى شيء غطيهم ما كان فيه. رغم الحزن والأسى تكابر أم محمد وتخفي دمعتها، فالدرب أمامها طويل، هي التي اعتادت الكفاح منذ أن ترملت قبل 10 سنوات. خالد أحد أبنائها الذين سلموا من نيران القذائف وتعذيب قوات النظام السوري، تارة يغص وطورا يحبس الدمعة. الجن بقتل حولي بس عصي. شو بقهرك؟ شو أكثر شيء اشتقت؟ لا أخوتي لا أبوي. اشتقت لهم؟ شو بتقول لهم هلا اذا عم يسمعوك؟ قصة رغيف الخبز في قرى سوريا وبلداتها تروي معاناة الأيتام والأرامل، والشعب اختار الحرية. ريما مكتبي، العربية، سوريا.